كلها لهم اطباخ مرضوا. قال لك حمدي، قال لك غشوي، يسلموا الخبز الخبازة والبطمات. سيداتي ربات البيوت، سادتي اهلا بكم واهنئكم باختيار بطباخكم. معنا شعر، شعر ضروري تحضر للطبخه، ضروري بمواصفات ممتازه. طبخه عفاش تثير الاندهاش والانتعاش، ولمعجبه الانعاش. من حسن حظ الطباخ ومن مميزات الطباخ ان يحصل على شعب عرضه، تعجله كيف ما تشتهي، ولا بد من المواصفات. حط له شويه ماء، الماء شريان الحياه. بعد ما يصير الشعب لين، الماء ما يكفي. الان اتى دور المكون الاساسي والرئيسي لكي تستوي العجنه. ماشي اقطع براد. اول مكون رئيسي للعجنه هو فحص الفقر. ضروري ما تفكر هذا الشعب. جوع شعبك يتبعك. انتشر الفقر، حيطلع بديهي الفساد. لابد هذه المكون ان تنشره. هذا يرتشي وهذا يسرق وهذا يطغى على هذا وهذا على هذا، رضية هذا ولو يزداد. لكي تفوح رائحة العجينة، والطباخ الماهر سيداتي هو الذي يكون مظلة لكل الفاسدين. يا سلام، الآن العجينة نكتها حلوة، بس هذه محتاجة شوية صراعات اللي هيهم ما يستمر على الحلا هذا، لابد من صراع ولون جديد، صراع مناطقي، صراع حزبي، صراع قبلي. وسلم السلاحات والطباخ الماهر الذي يدير الصراع بنفسه لكي تلهيهم، اشغلوه، اعجلهم صراع. اعجن ويلا اعجن عالك، لا نطل علي عبد الله. البهارات والمكسرات حقنا في هذا العجنه هي الشعارات، والطباخ الماهر لابد له من شعارات. الان سيداتي ربات البيوت، نوزع هذه الشعارات. كهرباء نوويه، شعار صح، سكه حديد، على يدق العزبان، نحن الفلسطيني. حتى هي أهم شعار، أهم شيء الأمن والأمان. بعد ما تتشبع الشعب هذا شعارات وخطابات وبيانات، بعد الشبع النبع، فتخفف النبع بالجرع. جرعوها جرعوها، أرضنا ذات الجبال، اعجلوها واعصطوها، ضروري من العصيد حتى نقضي على كل من لديه رصيد. الآن العجلة أصبحت مستوية، بس مستوية للداخل. أنا كطباخ طموح لا يمكن أن أرضى بهذا، لابد أن أكسب زباين وأنقل هذه الطبخة للخارج عبر خلطة خاصة، خلطة الإرهاب. بخلطة الإرهاب تخلي الزباين حولك مثل الذباب، ويجوا من كل باب. وعمار مختص في هذا الباب، قليل قاعدة هنا مع متمردين هنا. خلطنا شمال مع جنوب، شرق غرب، أصبحت الآن العجلة مستوية. اعذرني سيداتي ربات البيت، كل فترة تطلع حاجة. في هناك مشعبين داخل هذا الشعب، وهؤلاء المشعبين
والإعادة وما قد استقر شو عاد إلا سلوك غير عادي معنا مكون هنادي وخاصة هذا المكون ممتلئ قليل من هنادي يسكت كل متنادي يا بلادي يا بلادي سيداتي سادتي كتب الله أجري بعد المعاناة وصلى إلى المرحلة الأخيرة من إعداد وعجنة وجبة الشعب الشهية الآن لم يتبقى لهذا الشعب إلا الفرن لابد أن ينضج لابد أن يشتوي لكي يستوي تعالوا ندخل هذا العجينة إلى الفرن يا سلام والريحة الذكية يوهو هذا العجين مش حلو من قال لك انه مش حلو هذا اصبح فحم تفحمت ممتاز لكن انا اشتي رماد ما بعد الفحم الا رماد وعندي وصفة ومكون مخبي لي من عشرات السنين وصفة تعجبكم وهي اخر مكون مخبي عجين المشاهد من طبخ بيده الله بيزيده